النهاردة هنتكلم عن واحد من الصوفية أو الأولياء المعاصرين لنا، يعني اللي كانوا في هذا الزمن القريب يعني منا، هو الشيخ أبو الوفا الشرقاوي الخلوتي. وكلمة خلوتي كلمة يعرفها طبعا اللي بيعرفه في تاريخ التصوف، وإنها بتنسب إلى الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الكريم الخلوتي، أو اللي تسمى الخلوتي. وده كان شيخ صوفي مصري عاش في القرن، أو حياته يعني امتدت في القرن العاشر الهجري، وتوفي في النصف الثاني منه. وكان خلوتيا، يعني ايه؟ يعني مشتق هذا الوصف من الخلوة، والخلوة عند الصوفية هي الابتعاد عن الناس والبقاء في مكان منعزل. انما الخلوتية، الطريقة الخلوتية طورت هذا المعنى وقالت لا، يجوز ان تكون الخلوة بين الناس. يعني الواحد يبقى قاعد مع اسرته او في شغله او في الشارع او في اتوبيس، او بس هو من داخله ممتلئ بالذكر عبر الاسماء السبعة اللي هنقولها بعد شوية. هذا الانزواء وسط الناس هو خلوة اخرى، او خلوة بمعنى جديد. فهو يبقى مشارك الناس بوجوده الحسي، يعني بيعمل وبتحرك بس قلبه في حالة خلوة. فيبقى الخلوة مش بالمعنى المكاني، ده المعنى يمكن اللي زمان خالص قالته ربع العدوية: اني جعلتك في الفؤاد محدثي، وابحت جسمي من اراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. يعني حالة الأنس بالله هي حالة قلبية، إنما حالة الونس بالجليس دي حالة ظاهرية، وبالتالي فيصبح للإنسان جانبان: جانب ظاهر يتحرك فيه ويعمل ويجتهد ويشارك الآخرين، وجانب آخر قلبي أو باطني هو مشغول بالله. هذا هو معنى الخلوتية. وأيضا كان الشيخ محمد بن أحمد كان أويسيا، يعني ملوش شيخ. لا دي خلينا بكرة نتكلم عن مسألة الأويسية وصحبة الشيخ والمريد، إنما علشان نوصل للشيخ أبو الوفا الشرقاوي لازم نقول إنه الخلوتية انتشرت انتشار كبير جدا، وهذا النهج ناسب كثير من الصوفية الذين لا يعلنون عن تصوفهم. يعني الخلوتية ليس لهم شكل مخصوص، ليهم طبعا مشايخ وليهم طرق وأوراد وإلى آخره، إنما من حيث الشكل الظاهر أو أسلوب الحياة لا، تجد منهم يعني ناس كتير في وظائف. وأنا عرفت الشيخ حسين الخلوتي كان أستاذا يعني للفقه المقارن، وبيقوم بواجبه التدريب ويعار زي أساتذة الجامعة، ويعيش في الظاهر بأحكام الظاهر اللي بيقول عليها يعني ظاهر الشريعة، إنما في الباطن هو عنده كباقي الخلوتية عنده عالم داخلي غني جدا وثري يشغل قلبه على نحو دائم. هذا الاتجاه انتشر وتفرعت منه يمكن حوالي 30 او اكتر، 30 طريقة خلوتية، كلهم بينتموا الى الخلوتية بمعنى اتباع هذا النهج، انما كمان بينتموا الى مشايخ اللي هم قلنا عليهم محطات انوار بينتسبوا اليها. منهم مثلا الشيخ مصطفى البكري. الشيخ مصطفى البكري دول والسادة البكرية دول مشايخ الشيوخ الصوفية في مصر ابتداء من القرن العاشر، وكان لهم دور كبير جدا في الحياة الاجتماعية كمان. ومنهم مثلا في تركيا اسماعيل حقي البروساوي نسبة الى بروسا
اللي هي بتنطقها دلوقتي بروسة كده او بورصة كمان، انما النطق القديم ليها بروسة، فهو اسماعيل حقي البروساوي اللي عمل كتاب في تفسير القرآن اسمه روح البيان، كتاب جميل جدا. ده ايضا كان من مشايخ الخلواتية، وكتير منهم لحد ما بنوصل الى قنا في سنة 1878 حيث ولد الشيخ ابو الوفا الشرقاوي. كان مولد الشيخ في اسرة صعدية بتهتم بالعلم وبالفقه، وبالتالي حفظ برضو القرآن ودرس يعني مبادئ الفقه. وبعدين التقى بالشيخ الخضيري. الشيخ الخضيري كان ايضا من مشايخ الخلوتية، وكان مقيم في طهطة، طهطة اللي منها الرفاعة رافع الطهطاوي علامة الكبيرة، وطهطة مدينة كبيرة في سوهاج، وكان بيسكنها الشيخ الخضيري احد مشايخ الخلوتية الكبار. اللي جاءت يقول لنا الشيخ ابو الوفا انه جات له اشارة انه يروح يلقن من الشيخ، يعني ياخد عليه العهد. فان يعني سافر من قنا حيث ولد الى سوهاج، وظل يبحث عن الشيخ او يسأل يعني عنه لحد ما قالوا له ان الشيخ في مسجد. وحصلت يعني ايه مسألة التلقين او تلقي العهد، واداله الاسماء السبعة عند الخلوتية. هي سبع اسماء الهية، يعني الله والقوي وهو. هذه الاسماء يظل الصوفي الخلوتي يكررها او يعدها او يرددها في قلبه حتى يمتلئ بها. بس طبعا في اوراد تانية، يعني دائما مشايخ الخلوتية بيدوا مجموعة من الايات كده وبيوصوا المريدين يعني بتعلمها لحد ما يبدأ ينتبه الى المعنى الامتلاء بالاسم الالهي، فيبدأ ينتقل بين الاسماء السبعة عند الخلوتية ان هم الله وقوي وهو والحق وقيوم وقهار. وطبعا لهذه الاسماء وقع معين بيستشعره الصوفي او المريد الخلوتي على معنى يختلف، مش يختلف يعني يكون اعمق من المعنى الظاهر للكلمة. يعني قهار ده من الاسماء الالهية المزلزلة، والله اللي كتير من الناس يقولون هو الاسم الاعظم، يعني اعتقاد عند الاولياء وعند المريدين الصوفية ان يعني لله اسم اعظم اذا يعني نودي به او دعي به حدثت الاستجابة. وده اخد الموضوع ده يعني اخد كلام كتير قوي في تاريخ التصوف، وكتير من الاولياء قالوا ان الاسم الاعظم لله هو مش مجموعة حروف كده احنا هنقولها فتحصل الاشياء، لا، الاسم الاعظم يفعل ليس بالخاصية وانما بصدق المتلفظ به. يعني هي القصة مش في اللفظ، هي في القلب الناطق بهذا اللفظ، ويبقى ده هو يعني الاسم الاعظم. الشيخ ابو الوفا الشرقاوي بعدما تلقى العهد على الشيخ الخضيري انهمك في حياة الصوفية، وكتب هو في سن مبكرة جدا بالنسبة يعني لمشايخ الصوفية، كان عنده حوالي 24 سنة، عمل كتاب جميل قوي اسمه مفتاح الأرواح في سلوك طريق الفتاح. كأنه وهو في البدايات بيكلمنا عن سلوك يعني السلوك بالنسبة للمبتدئين، وكيف تكون البدايات
إلى يعني الطريق الروحي، وبيسمي الكتاب مفتاح الأرواح. بس في بعض نسخ تانية تقول مصباح الأرواح، والاثنين يعني يصدقوا. فهو إما مفتاح يعني عشان يدخل هذا الطريق، أو هو مصباح عشان يهتدي به في هذا الطريق الروحي. وعلى هذا النحو كانت بدايات أبو الوفا الشرقاوي الشيخ، اللي يمكن نقدر نشوف صورته وصورة أو صورته كمان مع بعض مريديه حتى وفاته سنة 1960، يعني في زماننا الحالي. وهنرجع بعد شوية نتكلم عن بقية أعماله وعن أشعاره وعن جهاده أيضا، لأنه الشيخ لم يقتصر على الخلوة حتى الداخلية أو التأليف العلمي أو وضع القصائد الصوفية الرقيقة جدا والجميلة جدا، ولا تربية المريدين، إنما أيضا كان له إسهام سياسي، لأنه فترة حياته يعني اللي امتدت من أواخر القرن 19 لحد سنة 60، الستينيات بقى وما أدرك ما الستينيات زي ما الراجل ده بيقول، كانت حياة طويلة وفيها أشياء كتير، وكان الشيخ مشاركا في وقائعها ومنها ثورة 1919. قلنا من شوية انه الشيخ ابو الوفا الشرقاوي لم يكن منعزلا عن وقائع عصره، وده ظهر في استقباله لزعيم ثورة 1919 سعد زغلول، لما قام برحلته التي حشد فيها التأييد الشعبي لحركة الوفد في صعيد مصر. طبعا كان القصر الملكي وكان الانجليز يعني مش على هواهم هذه الرحلة، الانجليز عايزين يقعدوا والملك برضو عايز يقعد، يعني اي حد بيحكم بيبقى عايز يقعد وخلاص. فلما بيلاقي حد بيناوئه او يعارضه يعني بينظر له بغير عين الرضا. فكان رحلة الزعيم سعد زغلول الى الصعيد رحلة كلها مشاكل، وكان استقبال سعد زغلول بيعتبر يعني نوع من المشاركة، لأنه تأييد أو إعلان للتأييد لهذه الحركة الشعبية التي يعني عرفت بعد ذلك بحركة الوفد أو سميت بعد ذلك بحزب الوفد. استقبل الشيخ أبو الوفا الشرقاوي، وكان في فترة طبعا مبكرة من حياته، إنما كان له مكان كبير في قنا لدى أتباعه، كانت الطريقة الخلوتية منتشرة جدا هناك، ولا زالت على فكرة يعني هناك كثير من الخلوتية في مصر، وإن كانوا مستخفين، مش مستخفين عن عمد. يعني الناس اللي بتسأل طب هم فين الصوفية، طب هم فين المشايخ، ما هو الصوفية والمشايخ والأولية دول ما بيعملوش، دول مش أهل دنيا، ما بيعملوش دعاية دول لنفسهم، يعني مش هنشوفهم على قنوات التلفزيونات، لا، اللي عايز الشيخ يبحث عنه ينقب وراه، لانه بهذا يختبر صدق المريد. هو مش هيعمل لك قناة تلفزيونية علشان عايز ان اتباعه بدل ما هم خمسة يبقوا 5000، لا، هو مش كده، التصوف اعمق من هذا. والشيخ مش شخص له يعني مواصفات معينة، الشيخ ده هو مرشد روحي، وما بيتمش يعني انتخابه بقى من اللي هو مكتب مش عارف لا، ده شخص بيكون له طريق الى الله، فبيلحق به مجموعة مريدين علشان يتعلموا منه في فترة معينة
المريد الصوفي مش لازق لشيخه طول العمر، هي مش عصابة، الطريقة ما بتشتغلش بمنطق العصابة، بتشتغل بمنطق الإشارات، الطريق، الإنارة، الإرشاد الروحي الحقيقي. إن هو بيقول المريد ده مثلا واحد بيشتغل 3 شغلانات في اليوم، فبيجي الشيخ بتاعه الخلواتي يقول له يعني ردد الذكر ده بقلبك، مش هيروح بقى يديله ورد 10 صفحات ويقول له اقراه في اليوم 1000 مرة، لا. والعكس، واحدة عندها فراغ كتير وجوزها هو بقى اللي بيشتغل مثلا 2 ولا 3 في اليوم، وعندها مثلا طفل ولا ما عندهاش اطفال وقاعدة فعندها وقت، فالشيخ يقول لها طيب تقري الورد ده مثلا 100 مرة كل يوم بعد صلاة العشاء. فهو بيشغل بالها، دي طريقة معينة في التربية. إلا الناس فاكرة ان دي مدارس بقى كده وليها ناظر وليها، وان المرشد الروحي ده زي المرشد التاني ده، لا، دول ليست الدنيا ولا الآخرة هي همهم، إصلاح النفوس وتصحيح النوايا هو ده الغرض من التصوف والطريق الروحي. المهم يعني انه كان الشيخ له، الشيخ ابو الوفا الشرقاوي، كان له طريقة او منتشرة طريقته حيث يقيم في قنا، فكان استقبال الشيخ ابو الوفا الشرقاوي لسعد زغلول هو اشارة، واحتفى به طبعا جدا، وكان ده نوع من المشاركة في ثورة 19 ونوع من الاشارة الى بقية المريدين الى دعم هذه الحركة الوطنية. ومش كده وبس، وقال الشعر الوطني، فمثلا من قصائده، من قصائد الشيخ ابو الوفا الشرقاوي ما بدأنا به، دي ده كان مطلع القصيدة، انما القصيدة كاملة عشان نشوف كم الارتباط بالوطن. يعني اصفين بعض الناس تتصور ان التدين معناه انه لا بقى دولة الاسلام ويبقى مصر دي بقى ملهاش، يعني ما ده كلام فاضي. بيقول الشيخ افمسلمون وامة اشلاء، لا ميتون ولا هم احياء، يهنون والاسلام اشرف منزل، ومحمد مما لغوه براء، قد أثقلوا الإسلام من وثباته، وهم عليه معرة وبلاء، في كل ظهر سقطة عرفت لهم، وبكل قطر منهم غوغاء، داستهم أمم تجد إلى العلا في الأرض لم يلحق بها إعياء، وهم إذا قرع العصا ذو مطمع ضربت عليهم ذلة وشقاء، أو كلما مستهم يد غاصب سقطوا كذلك يفعل الجبناء، فكأنهم لم يسر في أعراقهم من سابقيهم غيرة وإباء، لا يظفرن بمجدهم وحياتهم قوم ببذل نفوسهم بخلاء. هذا الشعر البسيط في تركيباته عميق جدا في معانيه، يعني هو لا يستعرض بقى ألوان الجناس والتشبيهات لا، هو بيقول للناس ببساطة شديدة تصل مباشرة إلى القلب، انتوا هتعملوا فيها مسلمين وسابين بلادكم بتتقطع علشان عايزين سلطة
يعني هو انتوا اول ما يبان مثلا مكان كده او بتاع خلاص تجروا عليه، وبعدين لما يكون في خطر على الوطن فانتم الجبناء؟ ده ما ينفعش، لانه ده معناه ان ما فيش في عروقكم مدد او امتداد يعني للسابقين، وعشان كده انتم مذلولين واقعين تحت ايد الامم الناهضة اللي بتشتغل كتير، وانت قاعد تقول لي مسلم مش عارف ايه. طب ما بتبينش بيان يعني، وعشان ايه خايف من الموت؟ طب يعني ما هي كده الحياة ما تستحقش بقى. ايضا من اشعار الشيخ كلام صريح جدا عن مصر، ونشعر كأنه بيبعتوا لنا في رسالة دلوقتي ومبارح وبكرة أيضا. يقول: وبمصر قوم، يا لمصر وأرضها، منهم وهم زعموا لها أبناء. يعني الناس دي عمالة تقول احنا مصريين احنا مصريين، فده زعم إنما مش شيء حقيقي. فبيقول الشيخ: وبمصر قوم، يا لمصر وأرضها، منهم وهم زعموا لها أبناء، لبسوا لها ثوب الصديق، وربما قد كان خيرا منهم الأعداء. أرأيتم أمما تباع وتشترى؟ ها أنتم بيع بكم وشراء. يعني ناس عمالة تقول مش عارف ايه الإسلام والوطن والحكاية بيزنس، وده ما ينفعش. خلينا نشوف آخر قصائد الشيخ، لا يعني آخر حاجة هنقولها من قصائد الشيخ، انه في فترة من حياته ترك مصر واقام حينا بالاراضي الحجازية، وجاور النبي عليه الصلاة والسلام، وظل يكتب اشعارا يعني فيها المواجيد والاشتياق اللي بيشعر به الصوفية كلما ذهبوا الى هناك، وبيهتاج اشتياقهم. يعني الناس بتروح علشان يعني ايه تأدي الفريضة طبعا، ويغسل الذنوب اللي فاتت يعني، فيرجع بقى ايه ابيض عشان يذنب تاني يعني وكده. لا، هو عند الاولياء ده بيهيج الشوق اكتر لما يروح هناك. على كل حال اقام الشيخ يعني ابتنى او اقتنى منزلا يعني في المدينة المنورة، وفي يطل على الحرم، وهناك كتب كثيرا من أشعاره اللي فيها الاشتياق للرسول. فكان يقول أو منها يعني القصيدة التي يقول فيها: يمناك تهمي بالعطا والجود، وسما بنسبته إليك الجود. يعني عطاء النبي متواصل ومتصل، وشعور المقترب او الحاج او الصوفي او السائر في طريق الولاية دائما ما يتجلى. عشان كده الصوفية بيقولوا بالحقيقة المحمدية، وعلى فكرة الحقيقة المحمدية من الأفكار الأساسية في الطريقة الخلوتية، سواء عند الشيخ أبو الوفا الشرقاوي أو عند سائر الخلوتية، إن في سيدنا محمد الزمني اللي هو ولد في قريش مش عارف سنة كذا من عام الفيل، وتوفي مش عارف كذا بعد حجة الوداع، ده الرسول الجزء البشري منه. بس في حديث بيقول: كنت نبيا وآدم بين الطين والماء،
فبنى الصوفية حتى وبعض الشيعة كمان على هذا الحديث نظرية في الحقيقة المحمدية، انه لا ده من ساعة ما الخلق اتعمل واتوجد الانسان يعني لحد اخر الزمان هيظل محمد عليه الصلاة والسلام هو حقيقة سارية في الكون. وبهذا المعنى عشان بس يعني ايه ما نستغربش لما نلاقي الأولياء بينظروا إلى الرسول رسول الإسلام بشكل مختلف شوية، لأن هو في الحقيقة مش واخد بقى بالشكل الظاهر ولا بالحيز الزمني للنبي، لا هو متعلق بالحقيقة اللي في النشأة الإنسانية الزمنية، بس هي حقيقة مطلقة. فبيقول له يعني الشيخ أبو الوفا الشرقاوي بيقول للرسول لسيدنا محمد: يمناك تهمي بالندى والجود وسما بنسبته إليك الجود، يا من إذا أوفى ببابك طامع جيزت له الآمال وهي شرود، إلى آخر القصيدة طويلة جدا ولن يعني يتسع الوقت لقراءتها كاملة. فيكفينا الإشارة إلى أن الشيخ حسنين مخلوف وهو أيضا من المشايخ المتأخرين كتب شرح لطيف جدا على هذه القصيدة وعلى أشعار أخرى للشيخ أبو الوفا الشرقاوي لأنه كان من مشايخه. وطبعا الشيخ حسنين مخلوف أشد معاصرة، يعني لم ينقطع طيلة تاريخ الإسلام هذا النفس الروحي الذي تجلى في الأولياء. نتقابل بكرة.